2 سبتمبر عام 1945 انتهت المأساة البشرية الأعظم وهي الحرب العالمية الثانية، بعد ما سابت وراها صدمة كبيرة لكل البشر. أكتر من 60 مليون إنسان ما بين مدني وعسكري فقدوا حياتهم في 6 سنين، ودول كاملة انهارت ودخلت بعدها في مجاعات مات فيها ملايين تانيين. جرس إنذار للبشر إنهم يتوقفوا عن الحروب، ولكن هل فعلا الحرب وقفت حتى لسنوات بعد الحرب العالمية الثانية؟ تعالوا نروح لتاريخ تاني. 26/2/2021 قضت المحكمة الاتحادية الأمريكية بتغريم كوريا الشمالية مبلغ 2.3 مليار دولار لصالح أفراد طاقم سفينة التجسس USS بيابلو اللي أسرتهم القوات البحرية الكورية الشمالية لمدة 11 شهر عام 1968. إيه بقى الحكاية دي من الأول؟ في 16 إبريل عام 1944 بتدخل سفينة جديدة للجيش الأمريكي من صناعة شركة كيواني لصناعة السفن، وبدأ الأمر إن السفينة دي دخلت الجيش الأمريكي تحت اسم استخدام نقل البضائع والمسافرين، وكان اسمها FB-344، وبعدها قرر الجيش الأمريكي تغيير اسمها علشان يسميها FS-344 وتغير نشاطها معها للشحن والإمدادات وتخدم في سلاح غفر السواحل، وكانت بتستخدم في تدريب المدنيين في الجيش، وكان أول قائد لها الملازم G.R. تشوت. وفي خطة وزارة الدفاع الأمريكية للتطوير تم استبعاد السفينة FS-344 عام 1954، ولكن في عام 1964 وأثناء ذروة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، كانت وزارة الدفاع عايزة سفن أكتر مرونة وقدرتها على الحركة أسهل من AGTR اللي بتستخدم في جمع الاستخبارات، وهنا كانت سفينة الشحن الخفيفة اللي زي FS-344 أنسب شكل للمراد، فبترجحها تاني وزارة الدفاع للخدمة وبتنقلها للبحرية الأمريكية بعد ما كانت في خفر السواحل يوم 12 إبريل 1966، وبتغير اسمها من FS-344 لUSSS بيابلو على اسم مدينة بيابلو في ولاية كولورادو. ففي البداية تم تصنيفها كسفينة شحن خفيفة نظراً لأن بيابلو تم تجهيزها تحت غطاء غير سري كسفينة شحن خفيفة، وكان تجنيد طاقم السفينة على الأساس ده، مع أن بقى 44% منهم ما كانش ليهم علاقة بالبحر قبل تجنيدهم تماماً. تأخر تركيب معدات الاستخبارات المختصة بجمع المعلومات واللي تكلفتها 1.5 مليون دولار لسنة 1967 لأسباب بتتعلق بالميزانية، وبدأت خدمة السفينة تحت اسم إنها سفينة تجسس، وتم إعادة تصميمها من جديد علشان تناسب النقلة اللي حصلت لها. وبعد الاختبارات والإصلاحات بدأت السفينة خدمتها الجديدة كجامعة معلومات وسفينة استخباراتية، وفي 11 سبتمبر عام 1967 بتتحرك السفينة من حوض بناء السفن علشان تبدأ مهامها. وفي 11 يناير عام 1968 جت الأوامر إن السفينة USS بيابلو تخرج من القاعدة الأمريكية في اليابان يوكوسوكا وتتحرك ناحية تسوشيما في بحر اليابان، وتجمع الإشارات الاستخباراتية والإلكترونية ومراقبة نشاط البحرية السوفيتية. وهنا كانت أمريكا بتمارس دورها في حماية قواعدها في اليابان وبتحمي الديمقراطية في كوريا الجنوبية، غير حماية نفسها بجمع معلومات أكتر عن العدو الأهم ليها الاتحاد السوفيتي. وفي 16 يناير عام 1968 وصلت USS بيابلو إلى خط العرض 42 درجة شمالاً استعداداً للقيام بالدورية المكلفة بيها، وكان نطاق التحرك 41 درجة شمالاً إلى 39 درجة شمالاً، وكان التنويه هو عدم الاقتراب نحو سواحل كوريا الشمالية بمساحة 13 ميل بحري، وفي الليل من 18 ل 20 ميل بحري. وده لسبب مهم جداً، وهو إن زي ما قلنا إن طاقم السفينة ما كانوش على خبرة كبيرة بالبحار، وما كانش فيه أكتر من 2 بس بحارة محترفين على السفينة. تمام لغاية هنا؟ يوم 22 يناير عام 1968 حاولت كوريا الشمالية اختيار رئيس كوريا الجنوبية بارك تشونغ في قصره، وهنا طاقم السفينة ما يعرفش اللي حصل، فبالتالي ما يعرفش ان في حالة طوارئ اعلنت في كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. وفي نفس اليوم عدى سفينتين صيد من كوريا الشمالية رايس بادي 1 و2 من مسافة قريبة جدا من USS بيابلو واللي بالضرورة بلغوا عن وجودها. تاني يوم 23 يناير قرب من السفينة سفينة كورية وقدرت تحدد هويتها، وبدل ما يحاول طاقم السفينة انهم يعملوا اي تمويه، لا هم رفعوا العلم الامريكي بقى معتمدين انهم برا الاقليم المائي المتعارف عليه دوليا ب 12 ميل بحري، وهنا هددت السفينة الكورية بيابلو انهم لو ما اعلنوش استسلامهم هيضربوا عليهم نار. وهنا حاول قائد السفينة بيابلو لويد بوتشر انه يعمل مناورة يحاول فيها انه يتفاداهم، لكنه فشل لما لقى نفسه محاصر من السفينة الكورية وثلاث مراكب توربيد بعدها طيارتين ميج 21 في الوقت اللي كانت السفينة الأمريكية ما كانش فيها غير رشاشين فقط، وكانوا متغطين بأقمشة، وأصلا الذخيرة كانت متخزنة في باطن السفينة. وهنا قدرت كوريا الشمالية في 23 يناير 1968 تأسر السفينة الأمريكية USS بيابلو وتصادرها، وهي على متنها طاقمها المكون من 83 فرد وقتل واحد آخر أثناء الهجوم. الحدث ده مع حدث هجوم تيت في حرب فيتنام اللي حصل في نفس الأسبوع تحديدا في 29 يناير، واللي كان سبب مهم في خسارة أمريكا في حربها في فيتنام وانسحابها من فيتنام فيما بعد،
وهجوم تيد ده يرجعنا لموضوع تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شرق آسيا لما تدخلت ووقفت في صف جيش فيتنام الجنوبية في حربها ضد فيتنام الشمالية اللي كانت مدعومة من الصين والاتحاد السوفيتي. وهجوم تيد ده بالتحديد كان هجوم شنه جماعة ألفريد كونج ما بين أيام 29 يناير و 25 فبراير 1968، وقدروا يحتلوا فيه أكتر من 90 نقطة خاصة بالجيش الأمريكي في فيتنام. في نفس الأسبوع ده برضو يعبر 31 مقاتل من وحدة الجيش الشعبي الكوري الحدود منزوعة السلاح مع كوريا الجنوبية ويقتلوا 26 مواطن كوري في محاولتهم لمهاجمة القصر الجمهوري الكوري. أحداث وطرت الشارع الأمريكي وهزت صورة البيت الأبيض في نظر العالم كمان، يعني بالذات إن أمريكا كانت في استطاعتها إنها تنقذ السفينة بيابلو، لكنها كانت على اتصال بمجموعة الأمن البحري في كاميسيا الخاضعة للأسطول السابع الأمريكي اللي وعدهم أثناء المناورة بتغطيتهم جويا وإنقاذهم، ولكن ده ما حصلش لأن سلاح الجو الخامس الأمريكي ما كانش عنده طيارة جاهزة للإقلاع، وكان ردهم إن الطيارة علشان تقلع وتتحرك ده بيحتاج تجهيز من ساعتين لثلاث ساعات. وكانت حاملة الطائرات يو اس انتربرايز على بعد 510 ميل بحري من بيابلو، ولكن طائرتها ما كانتش جاهزة للتدخل، وشاف قائدها ان الوقت المطلوب علشان يوصلوا لبيابلو مع التجهيزات هيوصل لساعة ونص وده يستحيل معاها انقاذهم. الولايات المتحدة الامريكية تمسكت بمبدأ ان السفينة كانت في المياه الاقليمية الدولية وما دخلتش الاقليم المائي الكوري الشمالي، وانها كانت على بعد 14 ميل بحري من الحدود الكورية، ولكن كوريا الشمالية كان ردها انها اولا لا تعتد برسم الحدود البحرية الدولية المقدر ب 12 ميل بحري، وانها رسمت لنفسها حدود بحرية ورسمت اقليمها البحري ب 50 ميل، وثانيا ان السفينة بيابلو اقتربت من حدود 7.6 ميل بحري من اقليمها، وبالتالي كان من حقها اسرها. لم تفلح أي من المفاوضات لمدة 11 شهر قضى فيها 83 فرد من الجيش الأمريكي فترة أسرهم في كوريا الشمالية، قالوا إنهم في الفترة دي اتعرضوا لتعذيب وتجويع وده اللي نافته كوريا الشمالية. وبعد شهور قدرت كوريا الشمالية تخلي الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الرئيس الأمريكي 36 ليندون جونسون تركع وتتذلل لها وتقدم اعتذار مع تعهد بعدم تكرار الحادث رسميا كأول لهجة يسيرة تتكلم بها الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية بعد ما كانت لهجتهم معاهم دايما ند بند ومعاملتها إنها الدولة الإرهابية اللي بتهدد ديمقراطيات شرق آسيا. وبعد 11 شهر تم الإفراج عن طاقم السفينة وتسليمهم للولايات المتحدة الأمريكية مع عدم تسليمهم للسفينة اللي قررت كوريا الشمالية تعملها متحف على ضفاف قناة بوتنجان في العاصمة بيونج يانج كعلامة لانتصار كوريا الشمالية على الولايات المتحدة في معركة. والجدير بالذكر إن السفينة لا تزال من ضمن لائحة السفن المحتجزة لدى الجيش الأمريكي، ومن بعدها فضلت المناوشات مستمرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حتى إن بعدها بسنة أسقطت كوريا الشمالية طيارة استطلاع أمريكية، وفي عام 1988 وضعت الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الشمالية على قائمة الدول الداعمة للإرهاب. من عام 1968 كل سنة بيجدد الشعب الأمريكي أماله وطموحه في استعادة السفينة الأمريكية الموجودة في كوريا الشمالية كعلامة على الهزيمة المرة. وأخيراً في يونيو عام 2018 جه اللقاء الأهم، وهو لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جون أون، وده خلى الشعب الأمريكي يسخن ويطلب من ترامب إنه يفتح موضوع استعادة السفينة زي ما حاول باراك أوباما الرئيس السابق. وهنا الرد جه من الصحيفة الحكومية الرسمية إن استعادة السفينة ده خيال وإن الموضوع عدى عليه 50 سنة خلاص ولازم ننساه. وفي فبراير عام 2021 وبعد مجهود سنين في المحاكم من قضية رفعها 100 من قرايب أسرى طاقم السفينة، حكمت المحكمة الاتحادية بتعويض وصفه مارك بريفن أحد محامي المتضررين إنه أكبر التعويضات في تاريخ القضاء الأمريكي وهو 2.3 مليار دولار. ويبقى السؤال الأهم هنا، إزاي هتقدر أمريكا تنفذ الحكم ده؟ أو إزاي هيقدر المتضررين ياخدوا التعويض ده من كوريا الشمالية؟ شاركنا في التعليقات، هل هتدفع كوريا الشمالية التعويض للمتضررين؟